نشرة الأخبار من البوابة نيوز، أهلا بكم. أكد الرئيس السيسي خلال كلمته لدى افتتاح أعمال المنتدى الدولي الثاني للحزام والطريق المقام في العاصمة الصينية بكين حرصه على المشاركة في افتتاح أعمال المنتدى لاهتمام مصر بهذه المبادرة. وقال الرئيس إن المبادرة تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة لنا في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق. تعقد قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان اليوم اجتماعا لتشكيل لجنة مصغرة من أجل الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن تكوين مجلس سيادي والاتفاق على خطوات تسليم السلطة. يأتي ذلك في وقت يواصل آلاف السودانيين اعتصامهم للأسبوع الثالث على التوالي أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة إلى حكومة مدنية مؤلفة من قوى الحرية والتغيير. دعت مؤسسات دينية إسلامية ومسيحية في سريلانكا المواطنين إلى عدم الذهاب إلى المساجد والكنائس وسط تحذيرات من هجمات إرهابية جديدة قد تستهدف التجمعات. وطالبت جمعية علماء سريلانكا وهي الهيئة الدينية الإسلامية الرئيسة في البلاد المسلمين بالصلاة في المنازل اليوم، كما ناشد الكاردينال مالكوم رانجيث القساوسة بعدم إقامة أي قداس بالكنائس حتى إشعار آخر. قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن القوات تتقدم بشكل فعال جنوب طرابلس، مضيفا أن المعارك متواصلة لتطبيق خطة الكماشة حول العدو. وأوضح المسماري خلال مؤتمر صحفي أن الجيش الوطني يلتزم بقواعد الاشتباك، حيث عمدت القوات إلى منع تنفيذ الضربات التمهيدية الجوية أو المدفعية قبل دخول القوات البرية من أجل المحافظة على حياة المدنيين. ورياضيا، وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نظيره الاتحاد المصري لكرة القدم في أزمة بعدما حدد الكاف يوم 30 من يونيو بحد أقصى موعدا لإرسال الاتحادات المحلية لأسماء الأندية التي ترغب في المشاركة بالبطولات الإفريقية الموسم المقبل 2019-2020. وتنص لوائح اتحاد الكرة على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في بطولة الدوري إلى دوري أبطال إفريقيا، البطولة الأعرق في القارة السمراء. وفنياً، حطم فيلم الأكشن والمغامرة أدفنجرز إند جيم رقماً قياسياً جديداً في شباك التذاكر العالمية بعدما وصلت إيراداته إلى 169 مليون دولار في افتتاحية السوق الأجنبية. ونجح الفيلم في السيطرة على إيرادات شباك السينما بعدد كبير من البلدان التي طرح بها الفيلم منذ الأربعاء الماضي، ليسجل أعلى افتتاحية لفيلم سينمائي. ومن المتوقع ارتفاع حصيلة عائدات الفيلم بالتزامن مع طرحه اليوم بصالة السينما الأمريكية. يمكنكم متابعة المزيد من برامجنا وأخبارنا على موقعنا الإلكتروني البوابة نيوز.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.